بالقبيات في معصرة قديمة. ببلش كل الشغل هون بهيدي الجورة. قنيت المي يلي هي هلأ منزحة عنا بتفوت وبتنزل تقريبا ممكن 20 لـ30 متر. المعصرة تطلع وينها من هون. المي بتنزل وبتحرك الدولاب يلي على الكعب حتى ننزل من المعاصر القليلة اللي ترممت مظبوط وبعدها كتير نظيفة. وهيدا هو ضغط المي يلي هلا منزاح عنا لأنه ما عم تستعمل. نقطع ومنضلنا نزلين لتحت. بتلف كنا فوق على العالي. المي بتفوت من هون تنزل مش لهون بس تنزل بعد اغمق شوي. تحت في دولاب تبرموا المي. هون القمح بيفوتوا بقلبه بينمعسوا وبيطلعوا من النص. دولابين حجر مبرومين بحديد تما يفرطوا وعم تسمعوا صوت المي. نشوف المدخل تبعه. هيدا الدولاب. المي اللي شفتوها من فوق بتنزل لهون من هيدا القصطر على الضغط تبرم دولاب الحجر اللي فوق. آلاف المعاصر بلبنان هيك كانوا من زمان، أيام الطحين وأيام القمح. يلا إن الله راد بيرجعوا.